وفي هذه المتابعة الإخبارية نناقش هذا الموضوع وهذه التطورات في بيان الصدر الأخير مع الكاتب والباحث السياسي الدكتور رافع الفلاحي. مرحبا بك معنا دكتور. حياكم الله، أهلا ومرحبا بكم. هل انقلب الصدر على العملية السياسية بعد هذه التغريدة أو هذا البيان؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يا الحقيقة البيان أنا قرأته، والبيان أول ملاحظة عليه يمكن أن تقول عليها أن هناك قناعة قد تولدت لدى مقتدى الصدر. واضح من الكلام في البيان أن هناك قناعة أكيدة قد تولدت عند مقتدى الصدر أن خصومه لن يقبلوا به ولن يتراجعوا، وأن المواجهة مع خصومه قادمة لا محال. هذا أولا، لذلك كان البيان مبني على هذه الفكرة، فكرة أنه هؤلاء الخصوم يتشدقون بالعملية السياسية وهو ضد العملية السياسية، الآن يريد إصلاح. البيان ذهب يعني ابتعد خطوة كبيرة عن الإصلاح، ذهب إلى التغيير، حديث عن التغيير الآن، لأن يعني عندما يقول ننقلب على العملية السياسية، نغير الدستور، نغير كل لعبة العملية السياسية وآلياتها والانتخابات، وطبعا الانتخابات قانونها وآلياتها، فبالتالي هذا انقلاب على العملية السياسية بالكامل مثل ما شرحتم حضرتكم. هذا الموضوع وكأنه يعني يذكرنا في أيام بيان رقم واحد، هذا بيان رقم واحد، بيان انقلاب كامل على العملية السياسية. لكن هذا البيان، هذا التوجه يثير الكثير من الأسئلة، مثل ما أثار مقتدى الصدر في بيانه هذا الكثير من الأسئلة. هناك أسئلة كثيرة تتولد عند قراءة هذا البيان. مثل ماذا دكتور؟ نعم، أول هذه الأسئلة، يعني عندما يقول أن هناك ثورة ضد العملية السياسية، انقلاب ضد العملية السياسية، كلنا نعرف أن هذه العملية السياسية أسست من قبل الاحتلال الأمريكي، أسست من قبل قوى دولية وقوى إقليمية ولها رعاة دوليين وإقليميين، وأولهم الولايات المتحدة وإيران. الانقلاب على العملية السياسية يعني إما الاتفاق مع هذه، يكون هناك اتفاق مع هذه القوى، أو انقلاب عليها ومواجهتها. هذا سؤال مهم، ويجب على من يقول هذا أن يقول لنا هل هناك قدرة على مواجهة هذه القوى وإخراجها. مصيبة العراق أولا وأخيرا الآن هي في الاحتلال الأمريكي الذي يعني جاء العراق عام 2003، وبعد ذلك بالاحتلال الإيراني. الاحتلال الإيراني تغول في العراق وبميليشياته، بكل تغول السياسي والاقتصادي والأمني، كل هذا موجود في العراق. هذا كل الآن الشعب يريد أن يغيره، لذلك الشعب كان يهتف في ثورة تشرين وقبلها، يهتف إيران برا برا، ومشكلتنا مع إيران. دعنا من البعض اللي يقول لك السعودية ويقول لك تركيا ويقول لك، دعنا من كل هذا الحديث. نحن لدينا مشكلة حقيقية، من يريد أن يناقش وضع العراق عليه أن يكون منطقيا وواقعيا. من يتغول في العراق هي إيران، ومن يحكم العراق دولتين، أمريكا وإيران. فعلينا أن نضع في الحساب هذا يعني نضعهم في الميزان بهذا الشكل. دعني من هذا الذي يقول البعض، يقول لك أنه داعش، البعض من عندهم ما أدري من الخليج من العرب، هذا كله لا يساوي شيئا. أنت تتحدث عن 20 سنة مضت، السياسة مسيطر عليها، الأحزاب مسيطر عليها، الحكومات مسيطر عليها، البرلمان، الوظائف، وظائف لا يمكن أن تعين وظيفة في العراق إن لم تحصل على موافقة إيرانية، وهم يقولونها، من رئيس الجمهورية، من الرئيس إلى الخفير، أنت يجب أن تحصل على الموافقة الإيرانية. نعم. وهكذا كان لدينا حكام واضحين من إيران، من قاسم سليماني وغيره وقاآني. الآن ذهاب وعودة قاآني بهذا الشكل، وفي كل حادث يحصل في العراق هناك مسؤول إيراني يتحدث، والسفير الإيراني كأنه مندوب سامي، هذا كل جزء من الواقعية التي يجب أن نتحدث بها. لذلك البيان عندما يتحدث بهذا الشكل عليه أن يقول لنا، هذا واحد من الأسئلة الكبيرة، هل العملية انقلاب على العملية السياسية هي التحزم بالشعب، والشعب قادر، الشعب العراقي قادر أن يزيح كل هؤلاء ويزيح إيران ويزيح كل عمالة للخارج، ويرجع العراق مستقلا مثل ما يقول البيان، مستقلا ذو هيبة ذو سيادة. نعم. استقلال. هذا نعم. أحد من الأسئلة الكبيرة. نعم،
إذن أسئلة كثيرة كما تفضلت دكتور، ولكن هناك سؤال مهم في الحقيقة في المشهد العراقي، لأنه ما يجري اليوم ليس بعيدا عن الفاعلين المحليين والإقليميين والدوليين. هل تعتقد بأن لدى الصدر اليوم ضوء أخضر من الفاعلين الدوليين في المشهد العراقي؟ ما هو هذا اللي أنا سألته، هذا واحد من الأسئلة المهمة. نعم، ذلك أنا قلت هي العملية السياسية لها رعاة، ورعاتها لديهم مصالح في وجود هذه العملية السياسية، لذلك استقتلوا على وجودها في العراق. أمريكا وإيران قاتلت من أجل بقاء العملية السياسية، لأن في استمرار العملية السياسية ضعف للعراق، بقاء العراق ضعيفا ومدمرا وغير قادر على النهوض. هذا واقع العراق، يسكنه الفساد والخراب والميليشيات والقتل والذبح، وبلد بلا هوية حقيقة، بلد بلا سيادة، بلا استقلال، بلا سياسة اقتصادية، بلا سياسة عامة، بلا تنمية، بلا صناعة، بلا زراعة. هذا هو المطلوب من العراق. طيب، الآن عندما ننقلب على العملية السياسية، ويجب أن ننقلب عليها، والشعب العراقي يجب أن ينقلب عليها، هناك استحقاقات في القول هذا. واحدة من الاستحقاقات هي هل لدينا المواجهة، لدينا القدرة على مواجهة هؤلاء؟ هل سنواجههم؟ مو لدينا القدرة، الشعب لديه القدرة. هل سنواجههم؟ سنواجه هؤلاء الرعاة إيران وأمريكا بهذا الشكل وندفعهم خارجا ويكون العراق مستقلا محررا كامل السيادة ذو هيبة؟ هذا هو السؤال المهم اللي يعني حضرتك سألتني إياه وأنا كنت قد أجبت عليه. تفضل. نعم، وهناك سؤال آخر يتعلق، طالما أنك ذكرت الشعب أكثر من مرة دكتور، وهناك ثقة دائما بالشعب العراقي، هل تعتقد بأن الصدر سيجد ظهيرا شعبيا قويا ومؤثرا يعني يساعده في الانقلاب على العملية السياسية؟ لاحظ أخي الكريم والشعب العراقي كله ربما يسمع هذا الكلام، يعني ربما البعض يلومون عندما نقول هذا، لكن هذا واقع الحال. عندما نقول يعني، وهذا ليس انتقاصا من أي شعب في الدنيا، كل شعوب الأرض على 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 رأسنا، كلها نقدرها ونحترمها ولكلها تراثها وحضارتها، لكن كعراقيين نحن نتحدث عن الشعب العراقي باعتزاز كبير، ونرى أنه الشعب العراقي هذا صاحب الحضارة العميقة في التاريخ، هذا القائد اللي صنع اللي علم الدنيا الكتابة، الحرف الأول، اللي صنع العجلة، اللي خطط أول مدينة. هذا الشعب العظيم بكل إنجازاته، بكل القوانين اللي اقترح، هذا الشعب شعب رائع، شعب جميل ومعطاء، ولديه خواص كثيرة كثيرة. فلذلك وجزء من هذه الخواص التي يتمتع بها الشعب العراقي أنه يستطيع، حتى الأمي من عنده، حتى الذي لا يقرأ ولا يكتب أقصد، يستطيع أن يقرأ الواقع بشكل منطقي وعقلاني، ويعرف الأسود من الأبيض، يفرق الأسود عن الأبيض. لذلك نقول عندما يستعين أحد بالشعب العراقي، الشعب العراقي لن يذهب يعني مغمض العينين وراءه، لا، سيقبل بهذا التكليف، لكن بشروط. الشعب العراقي لديه حساسية من هذه الدعوة. في عام 2019 كانت ثورة شعبية وثورة الشباب جميل، والتيار الصدري يعرف أنه في البداية كان معهم وانقلب عليهم، وقف مع القوى التنسيقية هذه التي تقف ضده الآن، ومردوا هذه الثورة وقتلوهم. الآن الشعب هذا سيحاسب، سيقول ماذا بعد؟ طيب ماذا لو انقلبتم علينا مرة أخرى؟ الآن الشعب يقف معك، الشعب يريد أن يتخلص من هذه العملية السياسية، لأن فيها دمار العراق. يجب أن يتخلص من هذا الدستور المبني على المكونات وليس على المواطنة، لأن فيه دمار العراق. يريد أن يتخلص من عدم وجود سياسة اقتصادية تحافظ عليه وتنمي موارده، وليس سياسة اقتصادية معتمدة على النفط. يأتي النفط، تأتي أموال النفط، يبيعونه للشركات وتأتي أموال النفط وتذهب للفساد، والشعب العراقي يزداد فقرا. الآن أخي الكريم ومقتدى الصدر يعرف، وكل أهل العراق يعرفونه، وأهل قيلة الصدر يعرفون قبل غيرهم لأنهم من الفقراء. الآن خارطة الفقر في العراق توسعت كثيرا. الآن لدينا 12 مليون عراقي يأكلون من المزابل، لدينا 15 مليون عاطل عن العمل. هذا كل جزء من هذا التاريخ السيء والقميء من 20 سنة، وكان التيار الصدري جزء من عنده. فالآن أن ينقلب عليه هذا خير، نرحب به وعلى رؤوسنا، لكن لديه استحقاقات ولديه شروط.
ولديه اشتراطات. نعم. فالشعب يشترط، هذا الشعب الذكي العارف الذي له رؤية يتابع ويضع شروط ويضع إطارة، إذا ما قبل بها مقتدى الصدر والدفعة سيكونون وراءه وسيكونون حوله، هذا معلوم. نعم. نعم. طيب دكتور، البعض يطرح سؤالا ربما سابق لأوانه لكنه مطروح في الحقيقة، هو هل أن أمريكا تحاول أن تخرج إيران من العملية السياسية من خلال مقتدى الصدر؟ والله لاحظك الكريم، قضية أمريكا وقضية إيران، العراق بالنسبة لهم ورقة سياسية يلعبون بها لأجل مصالحهم. أمريكا تستعمل العراق كورقة سياسية للضغط على إيران في قضية الملف النووي، وإيران تستعمل العراق كورقة للضغط على أمريكا في نفس القضية وفي قضايا أخرى. هذا الموضوع، العراق يجب أن يخرج من هذه الدائرة، يجب أن يخرج من هذا الاستخدام السيء للأمريكي والإيراني، هذا الاستخدام الذي أوصلنا إلى حالة يعني يرثى لها، حالة غريبة عجيبة شاذة جدا. العراق بلا سيادة، بلا استقلال، ساحة للصراعات، ساحة للمساومات، هذا واضح الحقيقة. الآن أمريكا إذا أرادت أن تنهي العملية السياسية، هي من جاءت بالعملية السياسية وهي تعرف كل خباياها وكل أسلحتها، وهي من جاءت بها، لا تحتاج إلى أن تستخدم الصدر وغير الصدر في هذه القضية. الحقيقة هي تستطيع أن تنهي هذا الموضوع بخروجها فقط، لتترك العراق لحالة ولا رأى شعب العراق ماذا يفعل. تقمع إيران، تخرج إيران، تحاسب إيران على تغولها، هي من أعطت إيران، يعني هي من أدخلت إيران للعراق. إيران كيف دخلت إلى العراق؟ هل كانت قبل 2003 إيران متغولة بالعراق بهذا الشكل؟ دعنا من النظام السابق، اتركني من النظام السابق وغير سابق، لكن واقع الحال هذا تاريخيا، ليسأل الشعب العراقي نفسه وكل الشعب العراقي يعرف هذا، إيران لم تكن متغولة في العراق قبل 2003. ما الذي جعل إيران تتغول يعني بعد 2003؟ هي المظلة الأمريكية، فأمريكا هي الأساس في هذا، في كل هذا هذه المصيبة. وربما يحضر هذا قول الله يرحمه الشيخ حارث الظاهري عندما يقول أمريكا هي الشجرة وإيران ذلك الغراب الذي يقف على أغصانها، إذا مقطعت الشجرة سيطير هذا الغراب. نعم. الحقيقة هذا واقع، يعني صورة حقيقية لهذا الوضع. يجب دعني أتوقف هنا وأسأل عن الخسارة التي يمكن أن تتكبدها إيران في حال انهارت العملية السياسية ونجح الصدر في انقلابه عليها. إيران لن، يعني هي مستقتلة من 20 سنة لحد الآن، واستخدمت الخطاب الطائفي، تأجيج الطائفي طوال 20 سنة لكي تبقي على العملية السياسية. بقاء العملية السياسية بقاء العراق ضعيفا، والدليل أن العراق بلا زراعة، بلا صناعة، بلا سياسة عامة، بلا هوية. العراق بلا هوية، قل لي ما هي هوية العراق الآن؟ يعني حتى عندما تقرأ الدستور ستجد كلمات مبهمة غريبة عجيبة، جزء من الشعب العراقي، جزء من الشعب العربي، ما أعرف وين، قضية غريبة عجيبة، مع أنه يعني 90% 95% من العراقيين من المسلمين، أكثر من 85% من سكان العراق هم العرب، وطول عمرهم يتعايشون، وأكو أقليات، لكن لماذا أثاروا قضية الأقليات بهذا الشكل؟ مكونات، العراق مكونات، وماذا عن الدول الأخرى؟ أليس في إيران مكونات؟ ما إيران 700 مكون، هاي الهند آلاف المكونات، لكن يتعايشون، ودولة مركزية ودولة وحكم ولا توجد مشاكل، لماذا فقط في العراق؟ هذه أرادها المحتل أن يزرعها لكي ينمي بها وجود العملية السياسية، ولكي يحافظ على العملية السياسية بهذه التقسيمات الطائفية والمحاصصية الموجودة. لذلك الانقلاب بهذا البيان على العملية السياسية انقلاب على المحاصصة، انقلاب على كل هذه الأسس التي قامت من 20 سنة. نعم. هل هذا هو المقصود؟ إذا كان هذا هو المقصود، هذا مطلب الشعب العراقي، هذا العراقيين كلهم يطلبونه، لكن يحتاجون إلى ضمان. نعم. طيب، يبدو انقطع الاتصال من طرف الدكتور
رافع الفلاحي. إذا نواصل هذه المتابعة الإخبارية لبيان الصدر الأخير والذي دعا فيه إلى يعني ما يسمى بعملية تغيير جذرية للنظام السياسي في العراق، وطلب من العشائر ومن الشعب أن يلتف خلف هذه المطالبة. نناقش مزيد من التفاصيل بحول الله بعد مشاهدة هذا التقرير الخاص بالتعريف بالإطار التنسيقي، فإلى هناك. يستمر لليوم الثاني اعتصام أنصار التيار الصدري داخل البرلمان، مؤكدين رفضهم ترشيح الإطار التنسيقي محمد الشيعة السوداني لتشكيل الحكومة الجديدة، وقد نادوا بإسقاط الطبقة السياسية الفاسدة. اقتحموه ثم اعتصموا تحت قبته ليعلق رئيس البرلمان الحلبوسي جلساته حتى إشعار آخر، بانتظار إيعاز من مقتدى الصدر لأنصار تياره لما ستتمخض عنه من نتائج في مفاوضات الصدر مع الإطار التنسيقي، والتي من المرجح أنها ستجري بواسطة عدة أطراف إقليمية من بينها إيران وفق تقارير صحفية وإعلامية أمريكية. أنصار التيار الصدري وللمرة الثانية خلال أيام قلائل يعرقلون محاولات الإطار التنسيقي مضي مرشحهم القيادي في حزب الدعوة محمد السوداني في البدء بتشكيل الحكومة الجديدة، لتتعالى أصوات الكتل السياسية المحذرة والمخوفة للرأي العام من تهديد السلم الأهلي ومخاطر الانزلاق إلى مواجهة مسلحة دموية بين الميليشيات التي يمتلك كل منها أسلحة الدولة بمختلف أصنافها. وثمة مراقبون يرون أن هذا الصراع المحتدم والمستعر بين ميليشيات العملية السياسية يمثل فرصة مواتية، إذ كشف كل طرف من المتصارعين عن جرائم وفساد الطرف الآخر على خلفية هذا الصراع، حيث أكد مقتدى الصدر عبر وزيره أن من يهدد الأمن ويسفه هيبة الدولة في شمالي العراق وفي الأنبار وغيرها هو الطرف الآخر، والمقصود به ميليشيات الإطار التنسيقي. تفاقم الصراع بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري هو انعكاس لصراع الطرفين المتبنيين للعملية السياسية، الولايات المتحدة وإيران، ومهما بلغ حجم النزاع فلطالما التقت مصالح واشنطن وطهران في الحفاظ على بقاء الأحزاب الحالية في السلطة. أنصار التيار الصدري ومن تحت قبة البرلمان هتفوا بالضد من إيران وأمريكا ومن يواليهما، اعتراف متأخر بأساس الخراب في البلاد، بينما تتابع الأغلبية الصامتة من الشعب مجريات الأحداث، فيما إذا كانت ستنتهي بنسخة عن سابقاتها بالصلح والتوافق أم أن الأمور آخذة نحو التصعيد.
نواصل مشاهدينا الكرام هذه المتابعة الإخبارية ونعود للترحيب مجددا بضيفنا عبر سكايب الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي. مرحبا بك معنا دكتور. حياكم الله. لو مرحبا دكتور. يعني نعود قليلا للوراء، هل الحلول المطروحة الآن لتدارك هذه الأزمة ما زالت قائمة؟ ما زالت الأطراف تصغي إليها، خاصة ما طرحه العبادي، مرحلة انتقالية تنتهي بانتخابات مبكرة، وشكل هذه المرحلة الانتقالية لا أحد يعرف، يعني هل هذه الحلول ما تزال قائمة أم أن ما قاله الصدر تجاوزها؟ أنا أعتقد ما قاله الصدر اليوم في هذا قد تجاوزها بكثير. نعم، لأنه واضح يعني استماع لهذه الحلول ووجد أنه غير مقنعة، وجد أنه يعني الذين يعارضونه خصومه لن يتراجعوا ويحاولون الكفاف عليه، والمواجهة حتمية بينهم، لذلك صدر هذا البيان. البيان واضح الآن، التراجع عن سيضع مقتدى الصدر وجماعته في زاوية حرجة جدا لن يستطيع الخروج منها، وسيكون تحت ضغط هذه القوى التي تعارضه، سيكون تحت يعني مطرقته. فلذلك هو الآن استعان بالشعب، اتكأ على الشعب، هو طالب العشائر، الشعب، كل الشعب أن يقف معه في ثورته. هذا الوضع. لكن أعود مرة أخرى، ما دام حدثت عن الماضي، في هذا البيان اللي أصدر مقتدى الصدر ذكر أنه ألا تتكرر، أو حذر من لا تتكرر مأساة تفويت الفرصة الذهبية الأولى عام 2016. ما هو هذا؟ حتى هذا يتركك أمام أسئلة كثيرة، يعني هذا هو سؤال، لكن هو يحيلك إلى أسئلة كثيرة. طيب هو من فوت فرصة 2016؟ وكيف كانت هذه الفرصة؟ يعني وشكل هذه الفرصة؟ ومن انسحب؟ من أعطى يعني الإشارة إلى جماعتي بالانسحاب؟ هذه القضية يعني لا نعيد تقليب التاريخ بهذا الشكل، لأنه هذا التقليب بهذه الطريقة يثير الكثير من الشكوك لدى الشعب، ونحن بحاجة إلى الشعب يلتف حول شيء، يريد أن يتقوى بشيء. هذه العملية السياسية يجب إزاحتها، هذه سرطان. نعم، هذه دمرت العراق، خسرت العراق كثير الشباب، خسرت العراق 1.5 مليون عراقي، حولت العراق إلى مقبرة من شماله إلى جنوبه، من شرقه إلى غربه، حولت القوى السياسية إلى قوى ممتصة بدم الشعب العراقي، قابعين في منطقة اسمها الخضراء ويحكمون العراق بطريقة بالحديد والنار. الناس خرجوا للتظاهرات، قتلوا 1000 شاب في ثورة تشرين وجرحوا 30,000 واتهموا الناس بشتى الاتهامات، وللأسف أنه جماعة التيار الصدري شاركوهم في ذلك. وهذا الآن يحيلك مرة أخرى، يعني لا يمكن القبول به، لا يمكن القبول به مرة أخرى والموافقة عليه مرة أخرى. اترك التاريخ ودعنا في هذه اللحظة، في هذه اللحظة لها استحقاقات. الشعب الآن يتساءل، نحن إذا ما مضينا ما هي الضمانات؟ هل سيتراجع مقتدى الصدر مرة أخرى؟ ما التاريخ به كثير من التراجعات، هل ستتراجعون أم لا؟ نعم. إن لم تتراجعوا وكو ضمانات، الشعب ماضي لإزاحة هذه، والشعب دكتور نعم نعم لا لكن دكتور عبارة قتل أن تسألني. تفضل. الشعب سواء مقتضى الصدر الآن في هذه الدعوة أو في غيرها، الشعب اليوم أو بكرة أو بعد بكرة أو بعد سنة سيزيح هذه العملية السياسية، هذه العملية السياسية لن تبقى. وهذا الشعب العراقي، الشعب الأبي، الشعب الذي يحب استقلاله ويحب حريته، وكشف كل واقع الحال خلال 20 سنة، كشف لكل كل الأوراق. هذا الشعب قادر على أن يزيح هذه العملية السياسية بثورة شعبية بموجات كبيرة تضرب الجميع، سواء قبل مقتدى الصدر أو لم يقبل. لذلك الآن مقتدى الصدر عليه أن يستثمر قوة الشعب لصالحه ولصالح الشعب أولا. يعني الشعب هو ماضي بثورته، يعني لا أحد يتفضل على الشعب في هذه القضية، الشعب ماضي بثورته، نعم، لكن الشعب لديه اشتراطات، لديه يطالب بضمانات. هذا الشعب لا يرمي نفسه بالنار بهذه الطريقة، مواجهة ليست سهلة، ومواجهة يعني ضد قوى باغية وفاسدة ومخربة وميليشيات. سيقبل الشعب المنازلة هذه، لكن يريد ضمانات
أن لا تراجع، أن تبقى بجانبي، أن تبقى ورائي، أن تبقى أمامي، هكذا ونمضي الطريق إلى أن نحرر العراق، وبعد ذلك نتحاسب. نعم. من له حق علينا نعطيه، ومن لدينا حق عنده نأخذه منه. هذا واقع الحال. نعم. دكتور، بعض المراقبين يقولون بأنه لا إمكانية للتراجع هذه المرة، لأن الصدر إذا تراجع وكأنه يطلق النار على قدميه، هل تعتقد أن الأمر كذلك، أم أن التراجعات السابقة التاريخية توحي بأن تراجعا ما قد يحصل وتلتقي الأطراف في نقطة التقاء معينة؟ ما رأيك؟ أنا أعتقد التراجع الآن له حسابات وله خسائر، لذلك قلت أن التيار الصدري في هذه المرة لو تراجع سيخسر. نعم. لأنه سيضعونه تحت المطرقة، في كل مرة كان يتراجع لصالحهم، يعني يحملهم جميلة، لأنه هم يكونون في زاوية ويأتي ليرمي لهم حبل الإنقاذ وينقذهم وينقذ العملية السياسية. الآن لم يبقى هذا الشيء، الآن المواجهة معهم، هؤلاء الذين أنقذهم أكثر من مرة وأنقذ العملية السياسية بهم وأنقذ لهم العملية السياسية، الآن الشعب يريد أن يزيح العملية السياسية. ولذلك ثوار تشرين من البداية كانوا شعارهم الأساسي نريد وطن، بمعنى أن هذه العملية السياسية وأحزابها، لذلك حرقوا كل مقرات الأحزاب في كل مكان، لا نريدها. والآن هو هذا مطالب الشعب العراقي، كل ما جاء فيها هو مطالب الشعب العراقي، لذلك هذه جزء من ثورة الشعب العراقي، هي موجودة، هذه شعارات الشعب العراقي أساسا، أنت تبناها، الآن تبناها الصدر. طيب ما هي الضمانات؟ هو يقول أنا لا أقودكم، أنا معكم، يعني ليس تحت قيادتي، إذن وتحت قيادة العلم العراقي، كنا عراقيين وكنا يجب أن نحقق حاضرنا ومستقبلنا. طيب هذا هو واحد من الضمانات الرئيسية، لأنه الانقلاب على العراقيين أسوأ من الانقلاب على هؤلاء الذين في العملية السياسية، سيخسر مقتدى الصدر وسيخسر الصدري، يعني خسائر كبيرة لا يستطيع تحملها، هذا واقع الحال. فبالتالي نحن أمام مفترق طرق، يعني إما أن نذهب باتجاه تحرير العراق فعلا وخلاص العراق مثل ما يريد الشعب العراقي، أو نذهب بلعبة قديمة تعيد شكل اللعبة من البداية ونعود إلى ما كنا عليه في أيام سابقة وفي كل الانتكاسات والعودة والتراجع. هذه واحدة من الأسئلة الكبيرة. نعم. تمام. طيب دكتور، أرجو أن تبقى معي، أرحب بضيفي الأستاذ شاهو القرداغي الباحث في الشأن العراقي. مرحبا بك معنا سيد شاهو. مرحبا، تحياتي لكم وللضيف الكريم. حياكم الله. بعد يوم واحد من اقتحام التيار الصدري للبرلمان، مقتدى الصدر يصف الأمر بأنه تحرير للمنطقة الخضراء ويوجه دعوة للعراقيين للمشاركة في تغيير النظام السياسي، ماذا بعد؟ طبعا مرحبا مجددا، كما توقعنا ان الامر لم يعد يتعلق بتغيير مرشح رئاسه الوزراء الذي يعني حاول الاطار التنسيقي يتقدمه وتشكيل الحكومه عن طريقه، اصبح الصدر يفكر بتغيير اوسع واشمل ويريد ان يغير مجلس القضاء الاعلى، ان يعني يمس ملفات اخرى حساسه حتى لا يسمح لهؤلاء لا يسمح لخصومه مجددا بان يعرقلوا مشاريعه. ولكن السؤال، حتى مشروع التغيير الشامل يتطلب إلى رؤية وخارطة طريق واضحة، إلى الآن هذا الأمر غير واضح، إلى الآن يعني يبدو للمتابع أن الأداة التنفيذية التي يعني من المفترض أنها المسؤول الأكبر والأوسع عن الفساد عن المشاكل في العراق، إلى الآن لا يتم التحديث عنها، فقط التركيز على الدخول للبرلمان، والبرلمان يعني يبدو أن هناك لبس في الموضوع. هل هذا التغيير الشامل الذي يقصده الصدر لا يشمل السلطة الترتيبية، لا يشمل الحكومة، أم أنه فقط يشمل البرلمان؟ وبالتالي يعني من المؤكد أن الصدر في هذا الصراع، في هذا الصراع السياسي، يريد أن يحصل على الكثير من المكاسب ضد خصومه، وخاصة يستغل ضعفهم وتفتتهم وتشتتهم. ولكن يعني بالجانب الآخر، المواطن العراقي أيضا لديه تساؤلات معقولة ومشروعة، إلى أين سيؤدي هذه الخطوات التصعيدية للصدر؟ هل سيؤدي إلى تغيير شامل يحلم به المواطنون، أم فقط يكون النتيجة الحصول على مكاسب لهذا التيار وبعدها يعود الأمر ويعود المحاصصة من جديد، ولكن بنوع آخر، يعني بتوزيع آخر للحصص حسب قوة كل طرف وحسب ثقله الانتخابي وثقله الجماهيري؟
يعني إلى الآن هذه الإشكالية لم يتم معالجتها ولم يتم توضيح الأمر للعراقيين. يعني هو يطالب العراقيين بالمشاركة ولكن لا يضع خارطة الطريق، ما هو خارطة الطريق لهذا التغيير الشامل؟ إلى الآن هذا الأمر مبهم وغير واضح عند الكثيرين من الشرائح العراقية. ربما جاء ذلك يعني جاء بخطوط عريضة لطبيعة هذا التغيير، لكن التفاصيل لم يذكرها لأنه تحدث عن محاربته للفساد والفاسدين، تحدث بأن من سيتوقف عن دعمه ونصرته سيكون أسيرا للعنف والخطف والفقر والذلة، وعن نقاط كثيرة في الحقيقة، ودعا الجماهير ودعا العشائر إلى مساندته ودعمه. هل تعتقد بأن الشعب العراقي سيكون إيجابيا مع هذه الدعوة؟ أنا لا أتوقع أن يتلقى استجابة كافية، وخاصة بعد فقدان الثقة للأسف. يعني المواطن العراقي لم يعد يثق بهذه الطبقة، وخاصة بمن شاركوا خلال الفترة الماضية في الحكومات كلها. يعني والآن أيضا تقديم هذا المشروع الإصلاحي فيه ازدواجية، يعني يشمل مؤسسات ولا يشمل مؤسسات أخرى، إذا هذا أيضا يضع علامة استفهام كبيرة حول هذا الحراك. ولكن بشكل عام إذا كان هذا الحراك سيؤدي إلى كسر أساس مهم يعني أضرب العراقيين وهو أساس المحافظة، إذا كان سيدمر التوافقية الذي دمر ميزانية العراق ودمر مستقبل شعبه، إذا كان سيؤدي إلى إضعاف الإطار التنسيقي الذي يجمع كل الفصائل الموالية لإيران، من الممكن أنها قد تكون طريقا يعني مستقبلا قد يكون طريقا للمستقبل الذي يحلم به العراقيون، قد يشكل جزء من الإشكالية الموجودة. ولكن هل التيار الصدري هو البديل الذي يحلم به العراقيون؟ هنا السؤال الرئيسي. يعني المواطنون عندما تخرجوا في تشرين كان مطالبهم واضحة وإلى الآن نفس المطالب، وبالتالي إذا هو كان سيقبل بهذا التغيير الجذري وتقديم حيتان الفساد حتى في تياره إلى العدالة، هنا من الممكن أن نتحدث عن يعني دعم المواطنين لهذا التغيير. ولكن إلى الآن هذا الأمر لم يعالج، إلى الآن يبدو أنه يعني صراع سياسي، وحتى الملامح واضحة يعني بين المالكي تحديدا وبين مقتدى الصدر. يعني إذا تذكرنا وعدنا إلى الوراء، الصدر طرح عدة مبادرات منها مشاركة الإطار في الحكومة ولكن بإبعاد المالكي والخزعلي. إذن يعني الإشكال ليس مع السلاح المنفلت بشكل عام، الإشكال من الممكن أن نقول أنها يبدو أنها قد تكون شخصية حتى بسبب الخلافات السابقة والقديمة بين هذين الشخصين، وبالتالي نعم يعني لا يمكن أن نعول على ذلك. وأيضا بمناسبة الشعارات التي ذكرتها حضرتك وموجود في البيان يعني كرؤوس أقلام، هذه الشعارات يعني المواطن يسمعها دائما ومل منها. نعم. يعني لا يوجد نعم. أي مسؤول لا يعترف بالفساد، يأتي مشعان جبوري يقول كلنا فاسدون، ولكن ما هو النتيجة؟ استمرار الفساد واستمرار هذه المنظومة. دعني أعود أستاذ شاهو لدكتور رافع الفلاحي. دكتور رافع، الأستاذ شاهو طرح سؤالا مهما، ما هو البديل الذي سيقدمه التيار الصدري للشعب العراقي؟ ولا أعرف يعني هو ربما قدم البديل في شعارات كما تفضلتما، عندما قال عندما خير بيانه العراقيين ما بين عراق شامخ وبين العيش في عراق تبعي يتحكم به الفاسدون وذو الأطماع الدنيوية وتحركه أيادي الخارج شرقا وغربا، كأنه يخيرهم بين هذا وذاك. دكتور، لا الحقيقة يعني مع احترامي وتحياتي لأخ شاهو، حقيقة في البيان لماذا نحن الآن يعني نتحدث عن هذا البيان بخصوصية أو نخصص له برنامج أو تخصصون له أنتم برنامج؟ لأنه فيه شيء جديد حقيقة، والشيء الجديد موجود في البيان، يقول يعني المطلوب تغيير جذري للنظام السياسي، إذا انقلاب على العملية السياسية، ويقولها بشكل واضح، يقول نغير الدستور، يقول نغير الانتخابات، والانتخابات عندما تغيرها غير قانونها وآليتها، بعد ما تغير الدستور يقول نكتب قانون جديد للدولة، تغيير جذري للنظام السياسي وننتهي من المحاصصة، هذا هكذا قالها، قال عراق قانون فيه استقلال سيادة وهيبة وحصر السلاح في يد الدولة القوية، هكذا قال. هذه كلها يعني ربما تكون خطوط عريضة لكنها واضحة ومطالب واضحة، وهذا الشعب طالب بها في ثورة تشرين وفي كل الثورات الشعبية اللي خرجوا بها كان يطالب بهذه القضية. الآن هذه ثبتت، الآن هذه في رقبة مقتدى الصدر يطالب بها ويطالب الشعب للوقوف معه لتحقيقها. إذن أول قضية هي الانقلاب على العملية السياسية، إنهاء العملية السياسية،
واحنا في هذا الصدد، يعني عندما نقول انقلاب على العمليه السياسيه، الحقيقه انت كمتابع او كقارئ للسياسه او كمتابع للسياسه لا تجد دلالات، لا تجد خطوط عريضه اقليميه ودوليه تدل على هذا الموضوع. يعني بالقراءات السياسيه، بالقراءات الطبيعيه حتى المتفحصه، لا تجد ما يدل على انه هناك توجهات اقليميه ودوليه بهذا الاتجاه. هذه اولا. يعني واحنا قلناها من البدايه وقلت لك من البدايه، هذه العمليه السياسيه لها رعاتها، امريكا وايران. هؤلاء هل هو مستعد عندما يقول ننقلب على العمليه السياسيه ينقلب على المحاصصه كلها؟ وهذه المحاصصه ترعاها امريكا وترعاها ايران ولا احزابها وقواها وميليشياتها في العراق، اذا الوقوف ضدها والاصطدام بها. الشعب يقبل هذه المنازله وقبلها في ثوره تشرين وقبلها، ويقبلها في اي منازله قادمه، الشعب يعرف هذا. يعني الشعب العراقي، حش الشعب العراقي، الشعب العراقي موهوج، عارف ماذا ويعرف خطوطه ويعرف توجهاته، عندما يقدم الدماء ويقدم شبابه في الخطوط الاولى يعرف لماذا. يعني في ثوره تشرين عندما خسر 1000 شاب من شباب الحلوين و30 ألف جرحهم، هم لم يكونوا يعرفون انهم سيواجهون الموت، سيواجهون القتل من الميليشيات، يعرفون لكن هدفهم كبير. فبالتالي هذه الاهداف الكبيره، تغيير النظام السياسي، تغيير الدستور، تغيير القوانين، تغيير الانتخابات، إعادة سلطة الدولة، إعادة مؤسساتها، هذه كلها موجبات كبيرة تدعك أمام مواجهات إقليمية ودولية وداخلية. هل الصدر سينقص عنها أم سيستمر؟ هذا واحد من الأسئلة. أما أن تسألني أنه العراقيين يقبلون بالصدر أن يقودهم، هو هذا السؤال مو الآن. الآن إحنا في أي ثورة، عندما خرجت ثورة تشرين وخرجت كل الثورات اللي قبلها والتظاهرات، لم يكونوا يبحثون من سيقود. هذا الأمر ينتهي عندما تنتهي من الفاسدين، ستختار من يقودك وستبرز قياداتك. هذه يعني مو مهمة، بقدر ما مهم أن تتخلص من كل هذا السرطان. هل هو هذا المهم؟ هذه هي هي الأساس. عندما تخسر السلاح، عندما تنهي الميليشيات، وواحد من الميليشيات أيضا ميليشيات مقتدى الصدر، ما هو عنده ميليشيات. فإحنا عندما السلاح يكون في حصر، هذا يشمل الجميع بما فيهم مقتدى الصدر. نعم. طيب دكتور، أرجو أن تبقى معنا. أستاذ شاهو، أرجو أن تبقى معنا، ننتقل لمشاهدة هذا التقرير ثم نعود بحول الله. تحية طيبة لكم من جديد أعزائنا المشاهدين، أرحب بضيفي الكريمين الباحث والكاتب السياسي الدكتور رافع الفلاحي، وكذلك الأستاذ شاهو القرداغي الكاتب والباحث السياسي. مرحبا بكما من جديد. سيد شاهو، يعني توقف البيان عند الكثير من النقاط في الحقيقة، منها ما كنا قد ناقشناه في الدقائق الماضية من قول الصدر في بيانه بأننا حررنا المنطقة الخضراء ولن نكرر مأساة تفويت الفرصة الذهبية، والذي أشار إليها الدكتور رافع قبل قليل في حديثه، كأنه يقول بأنني لن أقع في الأخطاء التي وقعت فيها من قبل، وأنني لن أكون ضحية لتلك الأخطاء مرة جديدة. دكتور شاهو لا يسمعني بطبيعة الحال. طيب أحيل السؤال للدكتور رافع. دكتور، يعني كأنه عندما ذكر هذه العبارة يريد أن يحذر نفسه من التراجع، دكتور، الذي أشرت إليه مرارا. نعم، ربما يعني نتمنى أن لا يتراجع. والتراجع، لاحظ، دعني أقول لك،
عندما توكل للشعب العراقي مهمة والشعب العراقي يوكل لنفسه المهمة، لا أحد يوكل للشعب العراقي أي مهمة. الشعب العراقي عندما خرج في ثورة تشرين وخرج في التظاهرات التي قبلها وقبل كل هذا، نعم، أوكل لنفسه مقاومة الاحتلال الأمريكي، وهو يعرف أن الجيش الأمريكي هو أقوى جيش في الدنيا، أقوى تسليحا وعدة، ووراءه اقتصاد كبير، وراءه دول الدنيا كلها. عندما واجه بأعداد قليلة بأسلحة بسيطة واستطاع أن يكبد الأمريكان، استطاع أن يكبد الاحتلال الأمريكي خسائر كبيرة جدا جدا، هي التي أجبرت الأمريكان على الموافقة بالانسحاب 2010 وغيره. دعك من أحاديث المالكي وكذبة واتفاقية أمنية وغير كذب، هذا من أجبر الأمريكان على الخروج من العراق هي خسائرهم الكبيرة، مثل ما أجبروا على الخروج من فيتنام بسبب خسائرهم، خروجهم من العراق كان بسبب خسائرهم الكبيرة، وخسروا خسائر مادية ومعنوية وبشرية هائلة جدا جدا. فلذلك اضطروا هذه المقاومة العراقية اللي قاومتهم بالبصرة وقاومتهم بالفلوجة وقاومتهم بالرمادي وصلاح الدين وبالموصل وفي بغداد وفي ديالة، هذه هي المقاومة الكبيرة. هذا الشعب اللي قاوم الأمريكان وهو يعرف قوتهم يستطيع أن يقاوم هؤلاء وينتصر عليهم. لذلك أنا قلت يعني سواء مقتدى الصدر أذاع هذا البيان أو لم يذيعه، الشعب العراقي يدخر كل قوته، يدخر بروقه ليوم يعصف به بهؤلاء، واليوم قادم قريب، وهم يعرفون، هم يعرفون جيدا أن الشعب العراقي سيخسف بهم الأرض، ومعه إرادة الله وحق الله وللظلم الذي شهده سيخسف بهم الأرض. هذا واقع الحال. فبالتالي هذا البيان يعني لا يزيد العراقيين يعني منية، لا أحد يتمنى على العراقيين، لا، شعب العراق هو شعب معطاء وشعب حر وشعب قاوم الأمريكان وقادر أن يقاوم هؤلاء وقاومهم طوال هذه السنوات وسيقاومهم وسيزيحهم. فبالتالي أن تنال شرف أن تكون مع الشعب، هذا شرف كبير لمقتدى الصدر أو لأي شخص عراقي آخر أن يذهب مع الشعب ويتوب إلى الله ويتوب، هذا شرف كبير. هذه العملية السياسية عملية فاسدة، عملية بنيت على باطل، شاذة، مؤذية، كل مخرجاتها مؤذية، يجب التبرؤ من عندها. الآن هذا البيان يقول هكذا، الشعب العراقي يقبل وقبله، وهذه المنازلة منازلته. طيب لكن دكتور، نعم، يقتل بك جزءا من نعم ثورته، نعم، اذا ما اعطيت ضمانات. هذا الواقع. نعم نعم دكتور، ارحب مره جديده بالسيد شاهو القراداغي، ودعنا نتوقف عند نقطه اخرى. سيد شاهو، هذا بيان مفصلي يبدو. سيد شاهو معنا؟ طيب، قطع الاتصال مره اخرى بالسيد شاهو، خلل من المصدر. دكتور، اعود اليك مره اخرى، يعني هذا البيان المفصلي الذي له ما بعده في الحقيقه كما تفضلتم منذ البدايه، يعني يدفعنا للسؤال عن مواقف التيارات والأحزاب الأخرى، ماذا سيكون موقفها برأيكم؟ هي قالت أنها أجلت تحريك الشارع نظرا لإعطاء فرصة للوساطات الموجودة، لكن هل تمتلك هي أصلا أدوات قوة؟ هل تمتلك شارع يمكن أن تجيشه مقابل شارع الصدر؟ وهل هي بالفعل قادرة على ذلك؟ أولا هي لا تمتلك أي شارع، والكل من قوى العملية السياسية لا تمتلك أي شارع، الشعب كله ضده، ومن زمان، ربما ثورة تشرين كانت فصلت الشعب بصفحة بجهة وكل قوى العملية السياسية في جهة أخرى، ليس لديهم أي نصير. وبدليل أنه ما يسمي بالانتخابات المبكرة الأخيرة التي جرت في تشرين أول عام 2021 الماضي، العام الماضي، من شارك بها؟ كم نسبة الذين يعني قاطعوا العملية السياسية؟ أكثر من 85% قاطعوها من العراقيين. فمن شارك بها فقط المنتمين لهذه التيارات، الحقيقة أقل من 12%، لكن هم زوروا وقالوا أنه عدد كبير، والكل يعرف، الأمم المتحدة تعرف وهم يعرفون والعالم كله يعرف وأمريكا تعرف وإيران تعرف حجم المشاركة. إذن الشعب مفصول عنهم، لا يستعينوا بالشعب، الشعب ضدهم والشوارع ضدهم، والشوارع ستقاتل ضدهم، لذلك هذا منتهي من عندها. أما ماذا يخططون، هم قالوها طوال هذه الأيام، إذا كنت متابعا وأكيد أنت كنت متابع، نعم، والمشاهدين تابعوا، كل دعواتهم كانت تنصب بلعبة
بنكتة يضحك عليها أهل العراق دائما، نكتة الحوار الوطني، وأنت تستغرب ما هو هذا الحوار الوطني، من يحاور من؟ فبالتالي عندما تقرأ تجد أنهم يريدون حوارا بينهم، ما أنتم صاركم 20 سنة تتحاورون بينكم والعراق من أسوأ إلى أسوأ، من سيء إلى أسوأ، ما هذا الحوار الوطني؟ عن ماذا تتحدثون؟ أنتم تتحدثون عن مكاسب، أنتم تتحدثون عن توزيعات جديدة للمكاسب، هذه حصتك وهذه حصتي وأقل من حصتي وزيد من حصتك وزيد من حصتي وأخذ من عندك، وهذا ما سمته واحدة منهم توزيع الكيكة. نعم. فهم هكذا، هذا حوارهم الوطني، هذا ما يريدون العودة إليه، هذا ليس حلاً. الآن الشعب العراقي تجاوز هذا بكثير، الآن بعد 20 سنة الشعب العراقي خرج من هذا، وثورة تشرين وضحت لهم لكن لا يفهمون، وضحت لهم أن الشعب العراقي عبر الطائفية وعبر خطاباتهم هذه وعبر كل دعاويهم وكل محاولاتهم لتشويه الصورة، الآن الشعب العراقي يعني يسبقهم بخطوات كبيرة. فبيان، أعود مرة أخرى، بيان مقتضى الصدر محاولة للانتماء للشعب. نعم. وليس لقيادة الشعب، محاولة للانتماء للشعب، لكن الانتماء للشعب، الشعب اللي عانى والشعب اللي انضام والشعب اللي انقهر واللي سرقت أمواله واللي انقتلوا ولده واللي انقمعت ثوراته، لديه اشتراطات، وهذه الاشتراطات التيار الصدري أن يحترمها، لعل الأيام القادمة عليها. نعم. تحمل المزيد من المعلومات والمفاجآت. دكتور، شكرا لك دكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا في هذه المتابعة الإخبارية المتواصلة، كما نشكر ضيفنا السيد شهو القرداغي الباحث السياسي أيضا الذين كنتم معنا للحديث ونقاش هذا البيان المهم الذي صدر عن الصدر في هذا اليوم. نواصل معكم متابعتنا إن شاء الله تعالى في تغطية قادمة. شكرا لكم لطيب المتابعة، في أمان الله.